بيبي جريد 3. تعالوا كده نشوف اول درس هنتعلمه اول ما نروح للمدرسه، حاجه اسمها ايه؟ شطوره. يعني ايه باترن؟ قال لي اول حاجه ممكن يبقى حاجه من اتنين، يعني ممكن يزود يا اما معانا ملك. هتقول لي الباترن ده يا ترى الراجل بيعمل ايه؟ بناء عليه هتكتب لي الرول. يلا بقى وريني. ها؟ لا لا لا، مسكت القلم ما تشرحش، اوعى تعمل كده. ايوه كده. ال 20 بقى ال 22 بيعمل ايه؟ اروح اتاكد من اللي بعدها. بقت يبقى شطوره. اول ما اتاكد انه بيعمل بلس 2 اروح للرول. اروح لايه؟ ادي الرول. ملك هتروح للرول وتكتب لي ايه؟ شطوره ولا يهمك. ايوه ما توقفيش على الحاجة كتير عشان القلم ما يعلقش حبيبتي. خلاص؟ ملك افطر 26، هل ملك هتكتب 27؟ ها؟ اكسلنت. يلا يا قمر ستوب، ادخلي جوه يا قمر. تعال يا برنس. يلا يا كابتن. يلا افطر 28، هل الراجل الجميل ده اسمه عمر؟ هل هيكتب 29؟ لا. يلا تعالوا نسأله ليه كتبت 30؟ الله عليك، شكرا يا برنس. انا عايز حبايبي بقى يلعبوا معايا اللعبة دي. كم واتس يور نيم؟ مريم. ايوه كده، برافو عليك مريم. هتقول لنا الباتون نمبر بي. يلا يا مريم اشرحي لي اول نمبر كام. بصي على البورد بقى، 70، ال70 بقت كام؟ زادت ولا قلت؟ وطالما قلت بعمل بلس ولا ماينس؟ شطوره، ماينس كام؟ يبقى دي هنروح نكتبها فين؟ في الرول، هو ده الرول بتاع الباتون. يلا نروح نكتب ماينس 5. ما تخافيش لو القلم علق معاكي اندهيني، ارجعي بقى تاني. يلا بقى احنا هنروح لاخر نمبر اللي هو 55. ال 55 هنعمل ماينس 5. تفتكر النمبر اللي بعدها افتر 55 نيكست يبقى كام؟ ها؟ علي صوتك. الله 50، شطوره يا مرايا. ادخلي هنطلع حد تاني جميل. ايه رايك يا عمر تطلع معايا؟ طب عارف هنا 50 نيكست هنكتب كام؟ طب قول كده. تعالى يلا خد حبيبي على مهلك. يلا بس سمعني صوتك، روح الاول. يلا حبيبي سمعني صوتك. ها؟ واتس يور نيم؟ شطوره. يلا اكتب لي نيكست هتكتب كام؟ ها؟ ايوه ايوه. ها؟ يا رب يا كريم اكرمنا. يلا استنى بقى، تعالوا بقى عشان نتخانق في الراجل الجميل ده. هنا 50، هل ينفع يا بابا اقف كده يا بابا؟ 50 ينفع تبقى 40 على طول؟ ده نط نطه كبيره. المفروض تبقى كام يا قمرايا؟ تعالي يا قمر ادخل يا حاج علاء اقف هنا. تعالي يا بطتي. يلا بصي بقى هناخد الرابر بتاعتنا. يلا بقى احنا بنعمل ماينس 5 مش ماينس 10. يلا يا قمر. ايوه برا برا ستوب ستوب ما تخافيش، انا نسيت اخد القلم. يلا يا قمر 40. الله ايوه تاني حبيبي. احنا كان معانا كام؟ 50. لما اخد من 55 تبقى كام؟ 55. الله عليك، كلاب فور علاء. شكرا. ادخل يا عمر ادخل لسه برضه. حبايبي تعالوا نشوف الباتون لما تروح. ادخل المطبخ طلع معالق طلع شوك، بس ما تطلعش كوبايات ازاز عشان ما تتكسرش. لو عندكم كوبايات بلاستيك اوكي. تعال نشوف اللي قدامي ده، هل ده درس باتر؟ اقول له اه يا عم. اه ازاي؟ تعال نقول ده عماره دور، العماره اللي جنبها اول دور
هنا كان في 1، اول دور هنا في كام؟ 2. اول دور هنا في كام؟ 3. يبقى انا لو عايز اروح اللي بعدها نيكست هعمل اول دور كام؟ 4. يلا حد يطلع وياخد من الكوبايات ويعمل لي 4. يلا حبايبي مع بعض. شكرا، اتفضلوا. برافو عليك. بص بقى تاني دور هنا كام؟ 1. بعد كده 2. يبقى المفروض تاني دور هنا كام؟ 3. لا خلاص مالك، نقعد. يلا حبايب، يلا حبايب. ها لا ما اعملش كده، اعمل زي ما هو راسم، زي ما هو راسم. شكرا. في مشكلة؟ نلعب كمان. حط هنا واحدة، يبقى المفروض عندي دور تالت في اللي بعديها. ها ثواني ناخد محمد عبد الرحمن. يلا حبيبي، هي يا محمد. يبقى هنروح هناك ونعمل ايه؟ يلا حبيبي قول يا محمد، سمعني صوتك. طب بص انت هتحطها ازاي؟ الكوبايه لا اعمل زي ما هو راسم حبيبي. برضه لا كده هتركب فيها. بص شوف البيت خدت منك ازاي؟ انا بقى عايز اروح، لا حطيها كويس، بالراحه بالراحه بس بالراحه. ايوه شطوره. ينفع اعمل دور كمان هنا؟ يلا حبيبتي. سؤال بقى، هل يا مستر الشكل اللي احنا كوناه ده باترن؟ اول دور 1، اول دور 2، 3، 4، كل مرة بيعمل بلس 1، رجع بعد كده هنا 1، بقت 2، بقت 3، 1 بقت 2، واقدر اكون. هل الكلام ده حبايبي؟ بصوا بقى معايا كده، هنروح على البورد، تعالوا كده نشوف كلنا، نشوف كلنا ادي اللي كان المستر بيتكلم فيه. طب احنا دلوقتي عايزين نكمل حبايبي، اتفضلوا يلا عشان دي اخر حاجة ان شاء الله. بصوا حبايبي يلا نلعب سوا. هنا كام؟ 1. بص بقى الجديد هروح جاي تحت منه اكتب 1 نمبر. يلا بقى هنا 2، هنا 2 بس في منها، يبقى هنا كام؟ 3. شكرا. ها 3 2 1. شكرا. ها 4 4. وهنا يبقى 7 بلس 2 10 9. الله عليك. عايز حد بقى يطلع يكمل لي الباتر، يكمله. اقولها بقى بطريقه ثانيه، هنا كان 1 زود 1 بلس 1 بلس 1 نيكست هيكتب لي الباترن ايه او يرسمه ايه؟ مين فهم معايا؟ ايه ده؟ مفيش غير 3 بس؟ 4؟ ليه والباقي توحف؟ ايه؟ ها؟ والباقي مش عايز؟ تعالي وريني، روحي يلا اعملي لي اول دور، اول دور بس. ها؟ احنا بنعمل ايه يا قمر؟ احنا بنرسم، ده تريانجل، يبقى هنروح هناك اول دور نعمل كام تريانجل؟ طب قولي لي بس وانا اتكلم. اول دور هنا كام؟ 1. بعد كده نيكست 3. نيكست 4. نيكست 5. يبقى انا هعمل درول كام تريانجل؟ 5. بس حبيبي شكرا. 5 حبيبتي، جنب بعض تحت في اول دور. هي خايفه بس لا القلم يقع منها. حاضر يا قمرايا. ايه اهو 1 2 3 4 5. اتفضلي. بصوا بقى عايز حد بقى يبقى جريء. تاني دور هنا كام؟ بعد كده تاني دور، تاني دور يبقى تاني دور هناك. يلا يا قمر. ايوه كده. ازاي بقى احنا بنعمل درو؟ ماشي. ادخل يا برنس، تعال يا ملك. بص بقى تالت دور هنا كام؟ تالت دور يلا وريني، يبقى اللي بعده كام؟ بالراحه بالراحه يا ملك، بالراحه يا ملك. ملك ايه ايه يا حبيبتي؟ ايه يا ملك؟ انت بتشبكي في بعضه ليه؟ واحنا هنطيره مغناطيس فوق يا حبيبتي. ايوه كده. ثواني يا ملك، ثواني 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 يا ملك ثواني. يلا حبيبتي نرسم فوق بعيد عنها سنة بقى. يلا ايوه شكرا، اتفضلي يا قمر. انا شايف علاء، سوري محمد عبد الرحمن رافع ايده. ايه رايك؟ تفتكر الدور اللي بعد ده هنعمل كام؟ فكر. طب استنى، بص 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 5 4 3 يبقى اللي فوق. ها 2. لسه في دور تاني؟
قول يا قمر اسمك ايه؟ الله بص بقى معايا، انا عايز اكتب هنا النمبر. تعال نعد يا مستر نعمل كاونت. 5 بلس 4 9 بلس 3 12 بلس 2 15 بلس 1 16. شكرا. ادي كمان باتون وشكل. روح حبيبي اقول حاجه، يبقى الباترن يا مستر هنلاقي ثلاث حاجات، يا اما بنعمل يا اما بنعمل يا اما ما انا عارف ان كل ده ريبيتد. لما نلاقي فيجر او اشكال، ادي حبيبي اللعب اللي انا عايزك تروح تعمله في البيت. اول